يتأهب الطلاب للعودة لمنازلهم بعد يوم دراسي شاق. يدرك هؤلاء التلاميذ الصغار أن طريق العودة إلى البيت محفوف بالمخاطر، ومع ذلك يغامرون بالذهاب إلى المدرسة كل يوم. عزل القبيطة من محافظة لحج التي ينتمي إليها هؤلاء تشهد معارك يوما بعد آخر، وهو ما يعكس تأثير الحرب بطريقة أو بأخرى على العملية التعليمية التي استؤنفت هنا وسط تخوفات عديدة أبرزها اتساع القتال في مناطقهم. حويثة وأنصار الله الذين هاجمونا واستحلوا المناطق العليا في الجبال المطلة على المدرسة. هذه مدرسة 26 من سبتمبر في منطقة دياش بمديرية القبيطة محافظة لحج، حيث يغادر طلابها الفصول وملامح الخوف تعتلي وجوههم بعد أن كان البيت ملجأهم الآمن ومن بعده المدرسة، فصار بعد سيطرة الميليشيا على التباب المجاورة للمدرسة أكثر خوفا. انعكست تربويا على حياة الطلاب وسببت إعاقة عظيمة فيهم ما أدى إلى عدم الفهم، وكذلك كثرت مصادر الخوف والارتباك. بدا واقع التعليم في المديرية مشوبا بالقلق مع محاولات الميليشيا التوغل في أكثر من اتجاه. يأتي هذا مع مخاوف من توقف العملية التعليمية من جديد، خصوصا أن مدارس عدة لم تستطع حتى اللحظة استئناف الدراسة، تحديدا في مناطق محيطة تشهد معارك ضارية ككرش وشريجة. الحالة النفسية للطلاب، الحالة النفسية للمدرس، الحالة النفسية بشكل عام للمجتمع بشكل عام، يعني إحباطات يواجه الطالب، الخوف، أيضا النزوح اللي حدث للطلاب من مناطق أخرى على المدارس البرية. حتى في هذه التي بدأت فيها الدراسة وتجنبا لأي حدث طارئ قد تتعرض له المدارس، استؤنفت العملية الدراسية بنصف دوام. المعروف ولا يحتاج لأي اجتهاد أن لهؤلاء الأطفال الحق في التعليم كما هو جزء من الحق في الحياة، والعيش في أمان كبقية أطفال العالم بعيدا عن تهديد الميليشيا وإشعال الحروب التي لا تهدد حاضرهم فقط بل ومستقبلهم.